كلنا من الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرهم إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سوره ال عمران مدنيه وحامئه ايه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عظيم ذو انتقام إن الله لا يقضي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو الأمين الحكيم إن الدين يتشكر عند الله الإسلام تشكر وأنكما إن الذين كفروا بآيات الله قد والله عزيزكم تقام نارا وإن الله لا يكفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو الأمين الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ينتقم عنا أذن الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد هل كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنادير المقنطرة من الورد والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة والله عنده هذا رميصا قالوا أرى أرو من جاي من جاي وعلى حمزة أرو إذا فاهم تجد الآية كنا من سلمة أولا قريب كمان الله كمان